مدينة المصحات يا خيموف. تقع مدينة ياخيموف عند هضاب جبال كروشنا على الحدود الشمالية الغربية للجمهورية التشيكية مع جمهورية ألمانيا الفيدرالية. منذ قديم الزمان كانت هذه الجبال غنية بالمعادن النفيسة وفي مقدمتها حقول الفضة الواسعة والتي لعبت دورا رئيسيا في نشوء مدينة المناجم ياخيموف في القرن السادس عشر الميلادي، كما أدى إلى جذب عدد كبير من الموارد البشرية للعمل في مناجم الفضة، حيث أصبحت مدينة ياخيموف بعد فترة قصيرة ثاني أكبر مدينة في الجمهورية التشيكية بعد العاصمة براغ. وفي الحال اكتسبت المدينة شهرة واسعة بفضل عملتها الفضية والتي كانت تصك في الديوان الملكي، واشتهرت في أسواق أوروبا باسم تهال ثم تهالر وأخيرا تولار، وهو نفس الاسم الذي انتقل فيما بعد إلى أمريكا وأعطى الاسم دولار لعملتها الحالية. في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي استخدمت مدام كوري الحاصلة على جائزة نوبل معادن ياخيموف الثمينة في أبحاثها العلمية، وباكتشافها المميز لعنصر الرادون دخلت البشرية عصر جديد، عصر الذرة. الماء العنصر الذي نشأت منه الحياة، إنه العنصر الأساسي لكل شيء حي على الكرة الأرضية. الطريق لمعرفة سر الماء يبدأ من على قمم جبال كروشنا، حيث تنبع العيون والجداول الصغيرة لتجد طريقها ثانية إلى باطن الأرض بين ثقوب المناجم القديمة. وفي بضع مئات الأمتار تحت سطح الأرض تكون ثانية آبار واسعة تحتوي مياهها على نسبة عالية من غاز الرادون ذو التأثير الفعال في علاج الأمراض المختلفة والجروح. وبسبب القوة العلاجية الفريدة لمياه آبار ياخيموف الرادونية، تم في عام 1906 إنشاء أول مصح للعلاج الطبيعي بالرادون في العالم. في البداية كانت المياه تنقل إلى المصح بالبراميل التي يتم حملها على الظهر أو بواسطة العربات التي تجرها الخيول. وفي العام 1911 تم تأسيس أول شبكة أنابيب لإيصال المياه الرادونية إلى بناية المصح. في الوقت الحالي تجهز المياه الرادونية مجمع المصحات والذي يتكون من أربع بنايات منفصلة، تعالج سنوياً أكثر من 17,000 مريض من سائر أنحاء العالم. تعد الحمامات الرادونية الحجر الأساسي للعلاج الطبيعي في ياخيموف، فهي تخفف الآلام، تنشط الدورة الدموية وتسرع من شفاء الجروح، تحفز وتحسن خلايا الجهاز الحركي والجهاز المناعي. ولكن كيف؟ الرادون بحد ذاته غاز خامل لا يشترك بأي تفاعل كيميائي، ولكن قوته العلاجية تكمن في أشعة ألفا المحدودة النفاذية والتي تنبعث من غاز الرادون. وفي حال استعمالها على شكل جرعات صغيرة منتظمة ومكررة على أجهزة الجسم، وهو ما يحصل في المغاطس الرادونية، يتفاعل معها النظام البيولوجي في الجسم ويبدأ بعملية بناء الأنسجة، أي عملية إصلاح ذاتية للجسم. أما العلاجات الطبيعية التكميلية الأخرى مثل العلاج بالماء هيدروثيرابي، العلاج بالحرارة هيت ثيرابي، العلاج بالكهرباء الكتروثيرابي، نبضات المجال المغناطيسي ماغنتيك ثيرابي، التحفيز البيولوجي بالليزر، المساج وتمارين الأيروبيك وغيرها، فهي تلعب دورا تكميليا في عملية البناء الذاتي للجسم وتؤدي إلى التخلص من الآلام
واستعادة قوة ونشاط الجهاز الحركي، وبالتالي تحسن القدرة على الأداء وممارسة الفعاليات اليومية. لمعالجة الآلام المزمنة للجهاز الحركي والتي لا تستجيب للعلاج بالأدوية المسكنة المعروفة، هناك طريقة خاصة بمصحات ياخيموف، وذلك باستعمال التأثير المضاد للآلام لأشعة جاما المؤينة والتي توضع مباشرة على مكان الألم ليستمر تأثيرها المسكن لعدة شهور. هذه الجلسة العلاجية متداولة بين زوار مصحاتنا باسم صناديق ياخيموف، وذلك لأن حجر الأشعة يوضع في علبة صغيرة تشبه الصندوق. مع عدد جلسات العلاجية المختلفة، يوفر مجمع مصحات ياخيموف الإقامة أيضاً. محبي التميز والفخامة يمكنهم الإقامة في فندق مصح راديوم بالاس العصري، والذي يحوي على 305 غرف وثلاث أجنحة خاصة، وبذلك يمكنهم التمتع بالعلاج الطبيعي مع السكن في المبنى التاريخي العريق. يحوي الفندق أيضاً على مسبح مركزي مع الجاكوزي وممر كنيبوف، الساونا، حمامات البخار، وفي حالة الجلسات العلاجية الجماعية هناك أماكن مخصصة لعلاج الرجال وأخرى للنساء فقط. نزلاء هذا الفندق أيضاً يمكنهم الاسترخاء في الشرفة الصيفية أو الرقص في البار الأنيق على أنغام الموسيقى الحية. أما فندق مصح أكاديمي كبيهونك يحوي على 320 غرفة وأربع أجنحة فخمة. أيضا نجد المسبح، الساونا، المكتبة، صالون الحلاقة، كافيتيريا وقاعة اجتماعات كبيرة. وبالطبع في حالة الفعاليات الجماعية هناك أماكن مخصصة للرجال وأخرى منفصلة للنساء. وفي أيام الصيف يستطيع النزلاء الاستلقاء على الأرائك فوق سطح المبنى لأخذ حمام شمسي والتمتع بالمنظر الرائع لجبال كروشنا. أما الفندق الثالث فهو لإقامة ضيوف مصحات براغ كيري، يوفر لرواده كافة أنواع العلاج الطبيعي والخدمات الصحية، كما يحوي على كافيتيريا أنيقة تحيي حفلات رقص مسائية. في مركز مجمع المصحات في ياخيموف نجد مصح أجريكولا، أقدم جزء في المصح، حيث أنشئ عام 1911. يرتاده المرضى لاختيار الجلسات العلاجية المختلفة كمغاطس الرادون، المساج تحت الماء، حمام الفقاعات، الجاكوزي، مغاطس الأعشاب، الرشاش الأسكتلندي، تمارين لياقة بدنية في المسبح، أنواع المساجات، التمرين تحت إشراف مدربين اختصاصيين في مركز التمارين الحديث، أو زيارة المغارة الملحة. ولمحبي الخصوصية والتميز هناك أنواع خاصة من المساجات،
مثل المساج التايلندي تايسكي، الياباني شياتسو، المساج الحراري بالحجارة هوت ستون، المساج بالشوكولاتة، ومساج للنحافة أنتي سيليولايتس. الإقامة في المصحات لا يساعد فقط على التخلص من المشاكل الصحية المزمنة، ولكن يساعد أيضا على الاسترخاء التام وإزالة الهموم اليومية والاستراحة من الحياة الروتينية. لمحبي الأغاني يقدم مجمع المصحات سهرات أوبرا وعزف كونشيرتو حي. ولمحبي الهدوء والمطالعة بعد الظهر سيجدون تشكيلة متنوعة من الكتب في المكتبات الملحقة بكل مصح. لمحبي الحركة يمكنهم استئجار الدراجات الهوائية والتنزه بها على طرقاتها الخاصة في جبال كروشنا، وفي الشتاء يمكنهم التزلج على الثلج. مناظر جبال كروشنا الخلابة الرائعة تشجع على التنزه، والرحلات الرومانسية أو السير باستعمال عصا خاصة نوردينغ ووكينغ. وتقدم المصحات سنوياً لزبائنها رحلات متنوعة بمرافقة دليل سياحي متخصص للتعرف على معالم المنطقة التاريخية والطبيعية. كما يحوي المجمع على ملاعب للتنس، ميني جولف، الكرة الحديدية، البيتانيك والبولينج الروسي. وإذا جلستم على المقعد في الغابة ستسمعون هدير المياه العذبة وهي تنساب على صخور جبال كروشنا لتهدي الصحة وتمثل رمز الحياة، وهذا على الأقل ما سوف تجدوه في مصحات يخيموف.